دكتور إيهاب والي، بداية مبروك الله يبارك في سعادتك على توليك منصب نقيب الصحة. يا الله يبارك في حضرتك. أول الملفات أو أول القضايا اللي يعني هتعمل عليها في نقابة الصيادلة إن الفرعية شاء النقابة هنا بالوادي الجديد. إن شاء الله إنشاء مركز ومركز نقابة فرعية للوادي الجديد بالخارج. إن إقامة مبنى يعني؟ مبنى مركز مقر لينا. أو من المقر الموجود في جنب لا مديرية لا الأمن. إنشاء مقر، لا أنا عايز أنشئ مقر بنادي إن شاء الله. إن شاء الله. إيه تاني؟ هنخصص لنا أرض، يعني هنحسن علاقة الصيدلي بعلاقة بالمريض، أفهم يعني إيه صيدلي للمريض بشكل عام، يعني إيه الصيدلية، يعني إيه خدمة الصيدلية، كل ما يخص الصيدلي.